بيكوا في تعلم الرسم. أنا نوى الطناوي هكون معاكم النهاردة علشان نتعلم نرسم ونلون من فنان مشهور. بس قبل ما نعرف مين هو نرحب بعائشة. ازيك يا عائشة؟ ازيك. جبتي أدواتك، الورقة والقلم والألوان والفرشة؟ شطورة. ازيك يا فاطمة؟ هنا الفرشة وهنا الألوان. برافو. وهنا الورقة. شطورة قوي قوي يا فوفي. مين الفنان بتاع النهاردة؟ اسمه كلود مونيه. ده فنان فرنساوي عاش من تقريبا من اكتر من 100 سنه، كان ليه طابع خاص في لوحاته المشهوره حوالين العالم. فين لوحاته؟ فين؟ في باريس في متحف اسمه دورسي. ومونيه كان عشان هو فنان فرنساوي كان بيحب بلده قوي فرنسا، اتبرع بمتحف كله لوحاته لفرنسا علشان يساعدها ماديا اما كان في حرب هناك في البلد بتاعته. فاحنا النهارده هنتعلم ونشوف لوحه من لوحات مونيه المشهوره. ايه اللوحه دي؟ شايف ايه هنا يا فوفي؟ سلم. مش سلم. ها عايشه شايفه ايه؟ انا شايفه هنا. انا شايفه تريز. انا شايفه حاجات اخضر. حاجات اخضر، شجر زي ما فاطمه قالت. والورد ده هو كان بيحبه قوي، بيزرعه في البيت عنده. الكوبري ده عند مونيه في بيته. خلاص؟ جابه منين؟ كان هو بيحب زي اي فنان يسافر ويتعلم. راح اليابان، شاف الكوبري ده في اليابان، اعجب بيه جدا، عمله في الجنينه بتاعت البيت بتاعه ورسمه 12 مره. هنرسمه النهارده. وفي ناس لما يروحوا بيت مونيه في جيفيرني في فرنسا يروحوا يقفوا فوق الكوبري ويتصوروا عليه، بس بيروحوا في الصيف بس. عارفين ليه؟ علشان الورد ده اللي هو الووتر ليلي ده بيتفتح بس في الصيف، الشتاء بيكون مفيش ورد هناك. فلو انتوا عايزين تروحوا تشوفوا بيت مونيه في فرنسا روحوا في الصيف بس. ايوه يا فوفي. هو اشمعنى ليه مش ليه هو عنده كده؟ هو عنده دقن طويله؟ هو كان زمان بيحب يسيب دقنه طويله، كل فنان بيحب. فاكره دالي اما كان سايب الشنب بتاعه طويل حط هو مونيه عنده دقن كبير وسابها كده كبيره، كل واحد عايز يكون ليه لوك معين. ايوه فوفي. أيوة. طب ليه هو بس بيفتح كده؟ الورد بيطلع بيتفتح في الربيع، الصيف في الربيع، هو ربنا خلقه كده. طيب تعالوا بقى نتعلم ازاي. دي الميه، دي الميه. وبصوا هنا في الاخضر ده عمل درجات اخضر. النهارده هنتعلم ازاي نعمل درجات اخضر. نتعلم حاجه اسمها الالوان الثلاثيه. مش احنا خدنا الالوان الاساسيه؟ ايه الالوان الاساسيه؟ احمر وازرق واصفر. شاطرين. اما نخلط الالوان الاساسيه نجيب الوان ثنائيه، صح؟ ايه الالوان الثنائيه؟ اخضر وبرتقالي وبيربل وموف. بيربل. النهارده بقى هنتعلم لون الوان اسمها الوان ثلاثيه، يعني هنخلط اللون الاساسي مع لون ثنائي. استنوا بقى نتعلم. تعالوا نتعلم. هنحط مونيه هنا عشان احنا زي مونيه. مونيه سافر اليابان يتعلم، احنا هنسافر لمونيه في فرنسا ونتعلم منه دلوقتي. اول حاجه، ايه اهم حاجه في اللوحه بتاعتي هبتديها؟ الفور جراوند. الشجر. مش قوي. لا، الارض. مش الارض، حاجه تانية اللي منيره. السلم. احنا قلنا ده مش سلم يا فوفي، ده كوبري. مش احنا بنطلع كوبري العربيه ونمشي بيه كده 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 كده؟ فده كوبري. ستريت. لا، كوبري اللي هو بنطلع فوقيه. كوبري. كوبري بريدج. خلاص. اهم حاجه هنا اهم حاجه هنا الكوبري. هبتدي بالكوبري اللي مونيه نقله من اليابان لبيته. هبتدي ارسم الكوبري. الكوبري عامل زي ايه؟ ساد سمايل، واحد زعلان، بس الساد سمايل كبيره شويه. هبتدي كده اهو. انا نسيت اقول لكم، هنكتب كلود مونيه عشان تكتبوه على جوجل. هكتبه لكم بالانجليزي عشان تكتبوه صح. كلود، عشان لو معاكم ورقه وقلم تكتبوه كده عشان تدوروا عليه على جوجل. بس اتفقنا لو هتدوروا عليه على جوجل يكون حد ايه؟ حد مين قاعد جنبكم؟ كبير. حد كبير عشان زي ماما وبابا. سعيد بيجيب حاجه كبيره عليكم. بالظبط. سعيد بيجيب حاجات كبيره علينا. هم بيجيبوا مثلا زي كاميرا. بيجيبوا حاجات كبيره، فلازم يكون حد كبير معانا واحنا على جوجل او انترنت. وهكتب الانجليزي مش عشان هو احسن حاجه، احنا عشان العربي ده احلى لغه، بس بالانجليزي عشان نتعلم من مونيه. تمام. انا هرسم اهو ساد سمايل، حد زعلان. هو خط واحد ولا خطين؟ خطين. خطين. شاطره يا فاطمه. علشان الون جوه، عشان لو رسمت خط واحد هلون فين؟ انتوا هترسموه احلى مني عشان انا مش مالكه قوي. انتوا في البيت قاعدين زي فاطمه وعائشه هترسموه احسن مني. وبعدين في كام خط؟ واحد
اثنين ثلاثة أربعة. أنا هعمل زي منيب بالظبط، أنا بتعلم من منيب. واحد اثنين ثلاثة أربعة. سهل كده لغاية دلوقتي؟ اه. هعمل بقى إذا كوبري طاير في الهواء، هنمشي الناس عليه ازاي؟ هرسم تاني خط منحنى كده تمام؟ انا هتظبطوه احسن مني طبعا عشان انا بص واقفه ومش مالكه، بس انا واقفه كده عشان اوريكم انتوا خلاص؟ طيب ادي كده منين، ارسم ايه تاني؟ ممكن ارسم الووتر ليليز، هو عاملها كده مش تفاصيل. منين كان بيرسم بالاحساس مش بيرسم بالظبط حقيقي. وهنا الشجر ده انا هعمله بالالوان، بس هو ده اللي انا عايز ارسمه. تعالوا بقى نشوف ازاي هنكمل اللوحه بتاعتنا مجرد بالفرشه، هنرسم بالفرشه. احنا قلنا الوان ثلاثيه. يعني ايه الوان اللون ثلاثي؟ يعني هجيب لون اساسي احمر. لا هنعمل النهارده اصفر. هجيب الاصفر واروح للون ثنائي اللي هو الاخضر، اي لون كده اهو، وابتدي اعمل هنا. شايفين هنا موني عمل الزرع بتاعه اخضر مصفر اسمه يلو جرين تمام؟ تعملوا كده اهو، لازم نقول بصوا اهو نعمل كده نايت جرين. اصفر اخضر مصفر يفوف، يعني اصفر واخضر مع بعض. تاني اهو بصي عامل ازاي؟ هنعمل اصفر واخضر تمام؟ زي موني. مش نهار يا حياتي هنلون. امتى هنلون؟ حاضر حالا. انا بس بوري صحابنا في البيت ازاي نعمل اللون الثلاثي. يعني ايه لون ثلاثي؟ نجيب لون اساسي الاصفر مع لون ثنائي. ايه يا فوفي؟ انا كمان عايزه الون. انت كمان عايزه تلوني؟ طب ممكن اوريكي حاجه كمان؟ بصي انا هفضل اعمل كده زي موني. مين يعرف يقول موني؟ موني موني. طب انا هغسل الفرشه بتاعتي. هنا موني عمل لون ثلاثي اخضر واصفر، هيعمل هنا لون ثلاثي اخضر غامق. مين فاكر اعمل اخضر غامق ازاي؟ فاطمه. جرين اند بلو. برافو يا فوفا. هجيب اخضر وازرق، اخضر وازرق. اول ما الاقي الاخضر بقى غامق معايا ابتدي الون بيه، ده اسمه لون ثلاثي، ما كانش موجود معايا خالص. هعمله فين بقى؟ موني عمل اللون الثلاثي الاخضر الغامق ده فوق الكوبري هنا كده اهو. بصوا بيلون بخط بخطوط مستقيمه بس درجات اخضر مختلفه. انا عايزه الون. عايزه تعمليه زي موني؟ قولي عايزه اعمل زي موني وانا خليكي تعملي. انا عايزه اعمل زي موني. عايزه تعملي زي موني؟ خلاص عائشه تعمل زي موني. وتعرفي تعملي ووتر ليليز؟ طيب الاخضر زي فاكرين الاخضر خط مستقيم من فوق لتحت. لو هنرسم الميه هتكملي الارض عشان الميه الووتر ليليز. ايوه الميه بقى قبل ما نبتدي هديكم بس حاجه خلاص. هبتدي الازرق الميه هنعملها يمين شمال، اتفقنا؟ يبقى الميه يمين شمال up and down. up and down صح. يلا مين هيبتدي يرسم؟ انا. يلا ابتدي نرسم. اول حاجه ايه؟ الووتر ليليز الكوبري. برافو. هنرسمه في نص اللوحة، نص اللوحة. فوفا هنرسم الكوبري في نص اللوحة. لا ثانية مش بعمل الكوبري الأول. لا لازم نعمل الكوبري الأول عشان هو ده. بعدين كده بعدين لما. لا لازم نبتدي بالكوبري الأول، ده الفور جراوند بتاعنا، ده الحاجة اللي قدام، وبعدين أعمل الباك جراوند الخلفية، اتفقنا؟ يلا. مبسوطة قوي من عائشة فاردة ظهرها وبترسم الكوبري بتاع موني. اساعدك يا فوفي؟ ممكن ده انتي تساعديني. ممكن انا اساعدك. ايه ده انتي رسمه كوبري بتاعك حلوه قوي، بس الناس هتمشي فين بقى؟ لازم نعمل الارض بتاعت الكوبري. هجيب اهي شاطره قوي. يلا وادي واحده وادي واحده. بس على فكره موني عامل الكوبري بتاعه بس ثلاث خطوط، فاكره؟ اربعه. انتي عامله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، بس مش مشكله اول مره دايما بنتعلم فيها. يلا عائشه بقى شاطره قوي، هتبتدي ايه تلون زي موني. بس انا عايزه اعمل حاجه ثانيه. انت هتعمليها بالالوان زي ما اتفقنا. لا انا عايزه ارسم فلاور. عايز ترسمي الووتر ليليز؟ ارسمي الووتر ليليز الاول. طيب ممكن احضر لك حاجتك، احضر الالوان جنبك. شايفين دايما الالوان دايما تكون بعيده عن ايدينا، بعيده عن الكوع بتاعنا عشان ما يتدلقش. عائشه بتنقل الووتر ليليز. احضر لك الووتر بتاعت موني قدام، احط بتاعت موني قدام. تمام. بس كده مش عارفه اشوف من لا اهي ما زي اخليها لك فوق تاني.
حاضر خليها فوق تاني. يلا اصحابنا اللي في البيت بقى جابوا ورقه وقلم ويرسموا كوبري بتاع موني. فوفي اساعدك. حلو قوي الكوبري بتاعك. لا لا صح 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 صح. مش هنرسم مش هنمسح مش هنمسح عارفه ليه؟ لان بصي هو ليه خطين في الكوبري. انت خط ده لتحت اعملي خط فوق. اهو. طيب. عائشة تبتدي تلوني. عائشة رسمت الووتر ليز حلوة قوي. انت عارفة لا حلو حلو. انت عارفة ان هو عمل اللوحة دي 12 مرة؟ عمل 12 منها؟ عرفتي تعملي 12 من اللوحة دي؟ يلا ابتدي. ابتدي ايه؟ هبتدي الالوان الثلاثية اصفر واخضر، ايه رأيك؟ تمام يلا ابتدي. اصفر شاطرة. عايزة اتخن عشان ممكن نعمل بفرش اتخن، ايه رأيك؟ تمام. بس نظيفة نظيفة، لازم ننظف الفرشة الأول فاكرين؟ نتأكد إن هي نظيفة من هنا، أحط على ورقة كده نظيفة، لا هي لسه مش نظيفة. يلا أصفر وأخضر ده اللون الثلاثي اللي هنستعمله النهاردة. نمسك الفرشة زي القلم، شاطرة. بصي لما مسكتيها زي القلم بقت أحسن إزاي؟ شاطرة شاطرة. ابتدي بقى أعملي خطوط زي الشجر بتاع مونيه. أيوه شاطرة. طرف الفرشه، فاكره الفرشه بتقف ازاي؟ باليرينا. ايوه شاطره قوي. ايوه كده جنب بعض. بصي نسيب مسافه بينهم كده اهو. ممكن نعمل، هو عمل اخضر غامق شويه، ممكن نعمل اخضر بس من غير اصفر، يعني مره اخضر ومره اخضر واصفر. يلا بطرف الفرشه، الفرشه زي باليرينا، شاطره قوي. ممكن اساعدك؟ خلاص انت اعملي بقى الاخضر اللي جنبك وانا اعمل اخضر اللي هنا. بصي انا هقول لك حاجه بقى، موني عمل ايه؟ حلو قوي. موني كمل اللوحه بتاعته دي الكوبري لغايه الاخر كده اهو. فانت هتبتدي تعملي الاصفر ولا هنا كده. يلا وانا اعمل معاكي بقى. انا هعمل لك الميه الووتر ليليز. شاطره. انا هعمل برده الوان لون ثلاثي مع عائشه من فوق. اهي اصفر واخضر كده اهو. انت اعملي الناحيه دي فوق يا اوشا، انا اعمل ده. لا انا هعمل الناحيه دي. اوكي انت هتعملي فوق. طب انا اعمل فوق وعائشه نعمل تحت. بصوا عشان نعمل مع بعض، لو حد معانا في البيت ممكن يرسم ويلون معانا هيتبسط قوي. وبعدين اعمل لون ثلاثي زي ما فاطمه قالت لي، هعمل اخضر وازرق بلون ثلاثي يعني اخضر غامق. اما نخلط اللون الثنائي اللي هو الاخضر مع لون اساسي، دي مش الميه دي الميه يا اوشي، احطيها لما نحط الفرش ابسايد داون كده، لازم نعملها واقفه فاكره عشان شعرها ما يتنعكش. عايزه تعملي اي واحده؟ اعملي الووتر ليليز، اعملي ازرق كده في الميه. ايه رايك تعملي ازرق؟ تعالي بصي انا عايزه اعمل دي. عايزه تعملي الكوبري نفسه تلونيه نفسه؟ طب لونيه زي ما انت عايزه، ممكن تعملي اصفر، ممكن تعملي ابيض زي ما انت عايزه. اوكي يلا. مش انت قلتي هتعملي كده وانا اعمل كده؟ حاسب. طيب ازرق. طيب تعرفي تعملي ازرق كده من الميه بتاع الووتر ليليز؟ يلا انت اعملي ازرق بتاع الووتر ليليز من هنا. انا حاضر. ايوه شطوره قوي. هروح لفوفي اشوف فوفي بتعمل ايه. الله بترسمي ايه يا فوفا بقى؟ الورد. الورد الووتر ليلي؟ اه تمام. تيجي نبتدي نلون. ما هو ما رسمش ورد كتير قوي كده يا فوفي. انا عايزه اعمله. انت عايزه؟ احنا بنرسم النهارده زي موني، لازم نرسم زي موني بالظبط. حلو قوي. فاطمه خلصت الووتر ليلي شاطرة. ممكن نحط القلم مكانه. شاطرة قوي. لا ليه 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 اهو هنلون بقى. لا لا هما شايفينها. ايه يلا انت خدي الفرشة دي وانا اخد الفرشة دي، انت تعملي الناحية دي وانا اعمل الناحية دي، اتفقنا؟ مش نظيفة ننضفها. شاطرة. بصوا فاطمة شاطرة ازاي بننضف الفرشة بتاعتها قبل ما تبتدي. انا ساعدت عائشة. طب بصي هفكرك اخضر وهديك الفرشه بتاعتي مش هلون بيها. اه هنعملها كده.
يلا انت ارسمي كده، بصي كده، ايوه شاطره، يلا خطوط كده، لو الشجر خطوط تحت، لا مش كده، بصي هو تعالي احنا بنرسم النهارده زي مونيه، يعني ازاي نلون حتى زيه، هو بيعمل خطوط كده، فاكره فان جو كان بيعمل براش ستروكس، فاكره؟ لا لازم، بصي 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 هوريكي على اللوحه بتاعتي، بصي بصي يا فوفي، بصي بيعمل ازاي، شايفه؟ عمل الخطوط كده، مش خط واحد، تمام. والفرشه زي الباليرينا، يلا شاطره. وورا هنا نعمل اخضر وازرق، عشان نعمل اخضر غامق، انا هحضر لك الفرشه انت لوني، اتفقنا؟ يلا في اخضر غامق هنا، اتفضلي. اخضر غامق اهي، بصي عدوا اخضر غامق اهو، وانت اهي عشان ما اروحش فيجي تاني اهو، شايفه؟ اخضر اهو، بصي اهو، بصي اهو، في اخضر غامق هنا، في اخضر غامق هناك، شايفاها؟ I put it with black. لا لا اخضر غامق بس عشان انت مش شايفه كويس. انت قلتي مش هتلون معايا، احنا عشان نبقى مع بعض. طيب احضر لك انا الفرشة وانت تلوني، اتفقنا؟ اخضر واصفر، برومس مش هعمل، اتفضلي. ده الاخضر الغامق، الاخضر الغامق ازاي بقى؟ اخضر ده اصفر واخضر لايت، عشان افتح لون ثلاثي يبقى اخضر واصفر، شطوره شطر. ممكن بقى نعمل في النص كده، بعد كده نعمل الميه فوق بقى. بصي على منيه وفوفي وانت بتعملي، بصي منيه بيعمل خطوط كده ازاي، مثلا هنا الشجره دي عاملها نقط، هنعملها كده، بصي الشجره دي نعمل كده، تعرفي تعمل كده تاثير تاني، ايوه شاطره، هو بيعمل شجر مختلف في البيت عندي، شاطره قوي. لا مع فكره احنا قلنا مش هنبوظ الفرشه، لو هنعمل حتى التأثير ده، لا لو هنعمل التأثير ده نعملها كده، بصي حتة صغيرة، أيوة كده، شاطرة قوي قوي، شفتي؟ تاني مرة بتبقى أحسن من أول مرة، دايما دايما أول لوحة بتبقى حلوة، اللي بعديها بتبقى أحلى، كل ما بنعمل أكتر وأكتر بتبقى أحلى. بالظبط زي ما فاطمة بتقول، إحنا كل مرة بنتعلم حاجة فبنعملها أحسن المرة اللي بعديها، يعني فاطمة مثلا في تنجة المرة اللي فاتت عملتها حلوة قوي، كنت عملتها في المدرسة، وبتعملي بقى المية، المية هنعملها ازاي بقى؟ برضه لون ثلاثي، يعني ايه؟ ازرق برافو مع ابيض، شاطر، يعني اعملي المية بقى والووتر اللي دي، تعرفي؟ هعمل هنا بس عشان ايه، في حتة فاضية، عايش اجي اساعدك؟ لا شكرا، عفوا. انت قلتي انا بس في حته فاضيه هنا اعملها، طب بلاش، طيب نروح اساعد عائشه، ما تاخديش البتاع، برافو، اوعي تلوني الووتر ليلي بتاعته لونها ابيض، سيبيها كده، اوكي؟ شاطره قوي يا عائشه، بس خلي الالوان بس كده، طيب شاطره. بصي اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، شاطره. بصي اللون ده حلو قوي، بس عايزه نفرشه، نفرشه كده، فاكره؟ ما قلنا لو عندنا حته غامقه نقعد نعمل كده اهو، بصي بين الووتر ليليز نعملها كده. اهي كده كده الميه دلق، الميه دلق ولا يهمك، هنجيب منديل دلوقتي هنعمله، عشان كده دايما واحنا بنلون بالالوان لازم يكون حد معانا كبير. يلا عايزاكي بقى تعملي فوق بقى الشجر اشبوشه، بصي مناعة من الشجره الثانيه بتاثير مختلف، عارفه عامل ازاي؟ عامل كده اهو، تعرفي تعملي كده؟ يلا مختلف، اخضر فاتح وغامق، الالوان الثلاثي، ايوه شاطره شاطره قوي. بصي على اللوحه يا اشبوشه اعملي زيها، هتعملي الكوبري لونه ايه؟ رمادي؟ بيه. اوكي حلو حلو، مش فاكره ما احنا قلنا نلون مره واحده بس عشان نعرف تتغير، شاطره شاطره. ممكن نحط اول ما تديكي ابيض يبقى عايز ميه، اتفضلي. ده بني فاتح؟ لا بيه. اوكي لا الكوبري اهو، الناس هتمشي عليه، ايوه شاطر. دي عايزه ميه فوق، طيب هعمل لك الازرق، هعمل لك الازرق عشان تلوني الميه، يعني كده بصي كده تعرفي تلوني الميه هنا، يلا اعملي الميه وانا اعمل لك الكوبري، بالراحه يا فوفي بالراحه.
يا فوفي انا عايزه العب معاكي. اشمعنى انت؟ اشمعنى انت بتعملي موني؟ انا عايزه اعمل موني زيك. طب عشان دي بتاعتي. بتاعتك؟ طيب وريني يا عائشه. حلوه قوي. لا مش هن... بصي موني بيعمل فوق بعض كده. بصي فوق بعض يعني اهي نغمقها كده. بصي كده شاطر قوي. مش عايزين بس نسيب ابيض عشان موني ما سابش ابيض. فاكره هنا عملها كده تحت وفوق كده. بس ممكن نعمل اغمق كده. وريني فين. قولي فين تاني غامق. فين فين تاني غامق. بصي على اللوحه بتاعت موني الاول. فين تاني؟ هنا فاتح. هنا هنا شاطره. وهنا هنا كان غامق. يبقى اخضر وازرق. او ما نعمل اخضر وازرق نعملها غامق هنا في الخلفيه. وهنا وهنا شاطره. احنا لازم ننقل زي موني بالظبط. ما نعملش من 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 مخنا. مش احنا النهارده بنتعلم من موني. بتتعلمي من مين النهارده؟ موني. فوفي بتتعلمي من مين النهارده؟ موني. موني شاطره قوي. وبين ال... بين الكوبري تعرفي تعملي بين الكوبري يا عائشه؟ تعرفي؟ يلا اعملي بين الكوبري بقى. انت بتعملي الورد بتاع موني شاطره. ممكن اعمل معاكي موني؟ لا. طيب انت ممكن تعمليني اعمل معاكي موني؟ ميرسي يا عائشه. انا هاجي اعمل مع عائشه. يلا اعملي بين. بصي بين الكوبري في شويه شجر باينين من خلال الكوبري. بصي فيو شويه صغيرين قوي. شاطره عائشه قوي. ممكن انا هعملهم بلون تاني. انت اعملي ناحيه تانية من الكوبري وانا اعمل ده. ايه رايك؟ اوكي. انت هتعملي ناحيه تانية. انا هشوف الفراغات بتاعتك عشان موني ما كانش بيسيب ابيض. قوي عائشه ماسكه الفرشه كانها زي القلم. برافو. بتلون كان الفرشه زي الباليرينا بتلون بطرف الفرشه. شاطره قوي عائشه. حلو قوي. بصي فيه في الـ في الـ في الورد حته بينك. تحبي تعملي البينك اللي انت تحبيه؟ حته صغنطوطه قوي. تعرفي يلا في الورد اللي انت رسمتيه بقى حته صغنطوطه قوي. فين البينك اللي انت عملتيه؟ اهو بصي كده بجد. اهو هو زي ما انت عملتي اهو. بصي اهو. ممكن اجي اساعدك؟ طيب ممكن بقى نحط الفرشه في الكوبايه نشوف عائشه وفاطمه هيسمعوا الكلام بقى على طول ولا لا. فرشه في الكوبايه. ممكن نحط اللوحه بتاعتنا هنا. استني. ايوه على الايزل. شاطره. حطيها حطيها مش مهم مش مشكله. احطها لك. طيب تمام. ارفعها لك. ممكن ما نجيب. هرفعها لك. حاضر يا فوفي هرفعها لك علشان لو عايزه تشوفيها احسن. خلاص هتلويني كده. ايه رايك؟ حلو. فوفي حطي بس اخر اخر تاتش في اللوحه بتاعتك على الايزل. برافو شطوره شطوره شطوره. تعرفي تلويني هو على الايزل كده؟ عايزين نبتدي نتمرن ان احنا نعملها على الايزل. خلص. كده خلصتي؟ طيب عائشه وفاطمه خلاص. وريني بقى عائشه عملت ايه. بصوا هنا عائشه عملت الوان ثلاثيه زي موني. عملت اخضر خلطته بالاصفر واخضر خلطته بالازرق. وهنا الميه عشان تدي احساس الميه عملت يمين وشمال. برافو عائشه. انا هعدي عائشه ستيكر دلوقتي ونشوف فاطمه عملت زي موني ولا ما عملتش زي موني. الله فاطمه عملت الشجره مختلفه زي موني. عملت شجر طويل وشجر بتاثير تاني. برافو حلو قوي. بصوا الووتر ليلي بتاعت فاطمه شاطره قوي. مين اشطر فاطمه ولا موني؟ تعالوا نسال اصحابنا في البيت كده. موني اشطر؟ مين اشطر يا عائشه؟ عائشه ولا موني؟ عائشه. مين اشطر انتوا ولا موني؟ انتوا شاطرين شاطرين. لا موني. وبكده نكون وصلنا لاخر فقره بتعلم الرسم. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وتعلمتوا من كلود موني. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله مع فنان جديد.